بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية بشكر شركة إيبكس على دعوتي في السيمبوزيوم بتاعهم لأولاد المحاضرة. بتمنى التوفيق دايما للأسد انترناشونال كونفرنس. أستاذ العزيز أستاذ الدكتورة فاطمة شوان رويال بريزدنت أوف ذا كونفرنس والأستاذ العزيز أستاذ الدكتورة إيناس شلتوتو بتمنى لهم دايما التوفيق. الحقيقه الموضوع النهارده يعني طبعا اس جي ال 2 دلوقتي بقت يعني هي حديث الساعه، فحاول ان انا كلامي وطبعا هتتقال ان ديتيلز along الدايز اوف ذا كونفرنس، انا هحاول ان شورت ان احنا نقول بعض الكلينيكال تيبس اند تريكس. الجولز اوف تريتمنت اوف تايب 2 دايابيتس مانجمنت عندنا متفقين مش جلوكو سنتريك، بريفنشن اور ديلي اوف كارديو فاسكولار كومبليكيشن از ريجارد البرزنتيشن، برزنتيشن كام ايرلي يو كان بريفنت كارديو فاسكولار كومبليكيشن، البيشنت كام ليت يو كان يو جاست يو كان ديلي ذا كارديو فاسكولار كومبليكيشن، سكند از ذا كواليتي اوف لايف regarding الهايبوغليسيميا والويت جين. وده طبعا مش غريب لان دلوقتي الدايبيتك بيشنت يوربيان سوسايتي اوف كارديولوجي مصنفه الدايبيتك بيشنت معظمهم يا هاي ريسك يا فير هاي ريسك وماينورتي منهم المودريت ريسك. الحاجه الثانيه ان الكارديو فاسكولار كومبليكيشن والكيدني كورونال كيدني ديزيز دي من ضمن الميجر كومبليكيشن اوف كيدني ديزيز. عشان كده متوقعين ان احنا كلينيكال بنفيت من الباسوفيس بالميكانيزم بتاعت اس جي ال 2 انها اولا بتزود الجلوكوز اكسكريشن فبتقلل الاي 1 سي وبتزود لوس اوف انرجي فبتعمل ويت لوس وبتقلل بلاد بريشر. الحقيقه بعض دي من دفرونزو لما قال ان هو بتقلل الرينال ثريشولد اللي هو بيزيد في الدايبيتك بيشنت يبقى 220 نورم هنا 180، لا ده هو بيقلله لغايه 100 لغايه 40 ويمكن معظم الناس بتقول لغايه 90 هنا لغايه 40 والباقي بيتعوض من الليفر عشان كده بيحصل ريدكشن للليفر فات. عشان كده الميكانيزم اوف اكشن اوف اس جي ال 2 ما بقتش بس انها تصلح البصر فيسيولوجيكال ميكانيزم اللي موجوده في الكدني عن طريق انه بيزود الجلوكوز الابسوربشن، لكن انعكس ان دايركت افكت على البيتا سيل نتيجه ريدكشن جلوكوز توكسيسيتي وامبروف الانسولين ريزيستنس على مستوى المصل وعلى مستوى الليفر ريدكشن اوف ليفر ذات زي ما هنشوف دلوقتي. عشان كده اللي كان يمكن الامبريك اوت كام كارديو فاسكولار اوت كام كانت السربرايز بتاعتها الريدكشن بنسبه 38% للكارديو فاسكولار ديث، ودي كانت بدايه بقى لكل السيكونس اللي احنا فيه دلوقتي. انتقلنا من الامبريك والكارديو فاسكولار اوت كام الى الامبيرو ريديوس بنتكلم عن هارت فيلير، والحقيقه برضه الريزلت بتاعتها اكروس وايد رينج اوف فيشن از ايزر ريجارد لكواليتي اوف لايف بصرف النظر عن الكواليتي اوف لايف بصرف النظر دايابيتيك وذا بينفيت اكستند تو نون دايابيتيك بصرف النظر عن الليفت فنتريكولار ايجكشن فراكشن بصرف النظر عن الباك جراوند هارت فيلر ثيرابي بصرف النظر عن الايج بقى البينفيت موجوده اكروس الوايد رينج اوف فيشن. الحاجه الثانيه في الكدني بعد ما كنا بنتكلم على استيميت جي فار 45 و60 والامبريك كانت بتعمل اكسكلوجن للناس اللي استيميت جي فار اقل من 60، بدانا نوصل في الدابه دابا سي كي دي والكريدنس وبعد كده الامبا كيدني اللي حوزين كابل اوف 2 ييرز هتظهر. بدل نشتغل على الناس اللي هو الاستميت جي فار 25 و30 و20، وعشان كده هي اخر حاجه هنا الامبا كيدني. اذا حصل بروجريشن شديد جدا في الاس جي اللي تون هيبتون جوينج ستادي من اول امبا ريج ما ظهرت الى الامتداد بالدابا اتش اف ونهايه بالدابا بالامبرو ريديوز الامبرو بريزيرفد والامبا كيدني اذا كنا بنتكلم النهارده على الامبا كليفلوزين. عشان كده ده السمري والكونكلوجن بتاعت الاستادي دي. انا عايز اتكلم على الكلينيكال اكتر از ريجارد السي بوينت ميس بتقلل، از ريجارد الكارديو فاسكولار ديس دي كانت السربرايزنج اوت كام في الامبريك، از ريجارد الهارت فيلير هوسبيتاليزيشن بعد ما بقت دراسات عليه سواء ريجاردلس ذا تايب هارت فيلير از ريديوسد هارت فيلير او بريزيرف هارت فيلير، الهارد كيدني او كم زي ما قلنا الليمبا كيدني البلمونري اور اولكوز مرتبطه حاليا الاس جي ال 2 من ضمن الادويه اللي هي بتمنع كارديو فاسكولار كومبليكيشن سواء انتي دايبيتيك ميديكيشن من جي ال 1 انتي ليبيد ميديكيشن زي الستاتين انتي هايبرتنسيف زي الايس والاربز 5 جروب دول هنلاقي الاس جي ال 2 الوحيده اللي بتقدر تتعامل في كل السيتويشن اللي تخص الارض فيها. لكن كلينيكالي بقى هل الموضوع ده سمبل ولا محتاج بوزيشننج؟ الحقيقه الموضوع محتاج بوزيشننج لانه على قدر البنفيت دي لازم نبقى حريصين جدا واحنا بنكتب، لانه ودي يمكن اكسبيرت ريكومنديشن ان العيان اللي عنده هيستوري اوف دي كي اي لان احنا عندنا فرصه للايوجلاسيميك دي كي اي نزيل نتيجه انكريز الجلوكاجون فلازم ناخده بحرص شديد. العيان اللي عنده هيستوري هو تايب 2 طبعا، الفريكوينت جينيتال تراكت انفكشن لو العيان كاسترايزد بيشنت او عنده رينال ستون زي ما هنقول دلوقتي، العيان اللي عنده فوليوم ديبليشن لازم ناخد بالنا شويه، العيان اللي دول العيان اللي تايب 1 دايابيتس صحيح بعض الحاجات دخلت ابروفال نيورو
والجبان وصوتك لفلوس لسه واخد ابروفل، لكن طبعا بيستخدم في الاوبيس اوفر ويت ويز اكسبيرت دكتور اند موتيفيتد بيشنت اوبيس اوفر ويت عشان نحسن الكارديو ميتابوليك امبروفمنت، لكن طبعا مش ابروفد بالنسبه لنا هنا، فكلامنا كله هيبقى على تايب 2 دايبتس. اذا السيتويشن دي السيتويشن ده مش الدراج بتاع الاستريس، ده مش الدراج بتاع انتنسيف كير، ده مش الدراج بتاع عيان سيفير كوفيد مثلا، يعني ده دراج بوزيشننج في الاوت بيشنت، محتاج ان احنا علشان الناس دي مش مفضل ان احنا نريسيف. الحته الثانيه في حتى في النيتريشن دلوقتي مع الاويرنس اوف اوبيزيتي ومعظم الناس بيعتل بقى مهم جدا تعرف نوع الدايت اللي هنجي لك عليه، لانه من ضمن الريسيرش كيس ريبورت العيان اللي ماشي على كيتوجينيك دايت وانت كمان بتعمل، هو ما بياخدش عامل ريستريكشن للكربوهيدرات بياخد كيتوجينيك دايت وانت بتزود اكسكريشن كربوهيدرات، فبقى في النقطه مهمه جدا دايبيتك بيشنت على كيتو على كيتوجينيك دايت بياخد السي جي ال 2 الترايو ده نوت بي ميست، لانه ده بريسيبيتيت دايبيتك كيتو اسيدوزس، ولازم ناخد بالنا لانه احنا دايما بندي للناس اللي تارجتنج الويت لوس دايبيتك اوبيز تارجتنج الويت لوس، ومعظم الناس دي ممكن او شريحه منهم بتبقى ماشيه على دايت، فلازم تعرف نوع الدايت الموجود عشان تو افويد يبقى كريتيكال ترايو نوت بي ميست. ده الفيرست مسج النهارده في البراكتس. الحاجه الثانيه بقى هاو تو يوز كمونو ثيرابي ولا كديوال ثيرابي ولا كتريبل ثيرابي ولا ويز انسولين ولا اول اوف ذا اباف. اليوروبيان سايتي اوف كارديولوجي يمكن اول الناس اللي حطته كمونو ثيرابي لو تايب 2 دايبتس دراج نايف وعنده اثيروسكلروتي كارديوفاسكولاريز او اثيروسكلروتي كارديوفاسكولاريز او ريسك فاكتور حطيته كمونو ثيرابي، لكن الافضل طبعا ان تؤدوا متفورمين، لان المتفورمين كورنر استون خصوصا الموضوع ده. حاجه الثانيه اللي هي الجلوكوسنت اللي كانت الامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجي اللي دايما بتركز مدرسه الاي 1 سي لاول مره تتخلى عن الاي 1 سي هنا كمونو ثيرابي وتكتب ايه؟ تكتب الاس جي ال 2 ريجاردلس اندبندنت اوف ذا جلايسيميك كنترول بصرف النظر عن الاي 1 سي. الاس جي ال 2 والجي اللي بان يتحطوا لو العيان عنده اثيروسكلروتي كارديوفاسكولار ديز او كي او هاي ريسك او عنده كرونيك كيدني ديزيز او هارت فيلر ريديوز ايجكشن فراكشن، الناس دي باس جي ال 2 او جي ال 1 وتتخلى عن ايه؟ عن الاي 1 سي في هذا التوقيت از ريجاردلس اوف جلايسيميك كنترول. لكن كليون ثيرابي ممكن مع كل السيتويشن دي مع الميتفورمين مع دي دي بي 4 مع جي ال بي 1 طبعا ده يونيك كومبينيشن ومن الحاجات الكويسه جدا مش بس في الدايبيتس كنترول والبريفنشن كارديو واسكولار كومبليكيشن ايفن ريدكشن لو انت استخدمته ايرلي ان اندكشن اوف دايبيتس ريميشن او تريبل ثيرابي او انك انت تستخدمه ويز انسولين. عشان كده في الامريكان اسوسيشن كلينيك الامريكان اي دي اي والاي سي دي حطوه بوزيشننج لما قسموا الناس الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديز ليها دور، الهارت فيلير كان محطوطه صوره لوحدها بريفيرد اول حاجه هي لازم اس جي ال 2 لانه اثبت كفاءه سواء وات ايفر ريجاردلس اوف تايب هارت فيلير هاف ريف او هاف بيف. الكرونيك كيدني ديزيز من الحاجات اللي بتستخدم في النون دايابيتك كمان طبعا ما بتعملش هايبوجليسيميا ودي نقطه مهمه. الويت جي الويت لو عيان الاوبيد دايابيتك اوبيز دول كلهم هنلاقي فيهم بوزيشننج للاس جي ال 2 كويس جدا. مع الانسولين بقى هنا التحدي هنلاقي اما اشاره خضراء او اشاره حمراء، ودي زي الكيتوجينيك دايت كده من ضمن الميستيكس ان لما استخدم كونكومنتنت اورال ثيرابي افتر انجكتبل ثيرابي لو اعتبرت الانجكتبل ده الاول طبعا مع جي ال 1 رائع طبعا مفيش مشاكل، لكن مع الانسولين امتى ادي انسولين طبعا مهم جدا ان اكمل لو كنت بدأتوش لو كنت انا ماشي معاه ويز انسولين اكمله طبعا، لو كنت ما مش موجود اضيفه امتى بقى؟ لو العيان عنده اثيروسكلروتي كارديوفاسكولار ديزيز لان الانسولين لوحده مش هيصلح، لو الاي 1 سي اباف تارجت بياخد دوز عاليه من الانسولين مش كنترول، لو العيان دايبيتيك اوبيز ومع الانسولين نتيجه الليبوجينيك اكشن بتاع الانسولين او حتى الهايبوجلايسيميا اللي بيعملها او العيان بياكل زياده شويه فبيحصل ويت جين مع الانسولين ده هيتارجت الويت جين وهيتارجت الكارديوفاسكولار ديزيز وهيوصلنا للاي 1 سي تارجت اللي احنا عايزينه. لكن بقى في اشاره هنا حمراء هنا امتى بقى؟ في السيتويشن الاتيه ان انا اخد بالي كويس جدا ان ما اعملش ريدكشن ستيك دي رول ما اعملش دونت داون تايتريت الانسولين اوفر اجريس انا قاعد اون مع الانسولين عشان في بنفيت مش قادر اخدها بالانسولين او عشان اعمل ريدكشن للدوز اوف انسولين، لكن مش وانس اضيف اس جي ال 2 اشيل انسولين اس جي ال 2 على الماركت بنفيت بتاعتها لكن لا في الاخر انترميديت افيكسي ما ينفعش ان انا. الحاجه الثانيه بقى بدات تستخدم كفيزيبيليتي ودي حاجه 2021 فيزيبيليتي اوف سمبليفيكيشن اوف فيزل بولس. الفيزل بولس اللي كلنا بنعاني منه كان بنعمل سمبليفيكيشن فيزل بولس مع جي ال 1 لا بدا يحطوا كمان الاس جي ال 2 في البياند ترايلز دي براجماتيك ترايل انها من ضمن الميثود، لكن طبعا عايز عيان يكون بياخد كميه قليله من الانسولين اعمل لها ريدكشن وابدا اضيف الاس جي ال 2 واعمل تايتريشن لغايه ما اخلص ما شيء ما ضيفش من الاول.
الكيديكو كان سلاين للديابيتك بيشنت وسكرون كيدني ديزيز برضه محطوط فيرست لاين ثيرابي مع الميتفورمين نتيجه الماركت بنفيت وكل الريزلت اتحطت على الكورن كيدني ديزيز. مش بس كده، كمان في الكيدني بدانا نتكلم زي ما انا حطيت شريحه في الاول ان فرونزو لما قال انه بيقلل الرينال ثريشولد لاقل من 70 والباقي بيتعوض من الليفر، عشان كده بدا يحس ان الليفر فات. يمكن دي دراسه برضو 2021 بيحس ان الليفر ستياتوزس والفاتي ليفر او ميتابوليك اسوشيتد فاتي ليفر ديزيز دي راندمايز دبل بلايند ترايلز، لكن هي للاسف الحظ الوحش اللي اتعمل فتره الكوفيد فكان فيها دروب اوت كتير، لكن كان فيها امبروفمنت للستياتوز والفيبروزس، لكن محتاجين دراسه اكبر في سيتويشن احسن من كده. اذا برضو من ضمن البروكوشن يبقى هنا كدني بنتكلم، ليفر بنتكلم، كاردي فاسكولار ديزيز سواء اسكلوريتيك كاردي فاسكولار ديزيز او هارت فيلر بنتكلم. لكن الحاجه بقى المهمه بري اوبراتيف بيشنت لازم ناخد بالنا ان العيال، ودي الحقيقه لسه شايف حاله داخل تعمل رينال ستونز وكلام وساب الوضع زي ما هو فسالت في سيفير رينال انفكشن ستوب 2 دايز بيفور ذا داي اوف سيرجري اند ذا داي اوف سيرجري طبعا، وابدا ارجعها تاني لما البيشنت ويل درينكينج وهيدريشن كويس ابدا ارجعها. يبقى السيتويشن ده مش الدراج بتاع ستريس، ده مش الدراج بتاع اوبراتيف. لو العيان جايدنس تبع العيان جاله يورينري انفكشن اعمل ايه؟ اقلل ولا ما اقللش؟ ستوب، لكن ما اقللش الا اذا كانت او ابطل الدواء تمبرري وارجع اجيبه تاني، الا اذا كان العيان عنده ريكارنت يورينري انفكشن. في الحاله دي لا، وما فيش ريكومنديشن من نستخدم بروفلاكتيك انتي بيوتيك. طب لو العيان عنده رينال ستونز برضه لا، هنا اخده ويز كوشن يعني، والمفضل طبعا لو في اختيار ثاني يبقى افضل. طب لغايه امتى بيحصل؟ طبعا احنا عارفين كل بيحصل ترانزيت ريدكشن لجي اف 1 في بدايه الاستخدام. طيب اكسبتد لغايه امتى؟ اكسبتد لغايه 25%، لكن لو اقل من كده لا اخد بالي واعمل جود هايدريشن، افويد نسترويدل، افويد كل الميديكيشن خصوصا لو بياخد دايريتيك، يبقى لغايه 25% ده ترانزيت. لكن اخد بالي ان اتابعه لو ما بداش يرفع تاني ما يكونش ده بروجريسيف او بيرمننت، يبقى دي نقطه مهمه جدا. طيب انا معانا النموذج بتاع النهارده الدايكوراماب 10 مللي ولا 25 مللي؟ لو انا وصلت للجلايسيميك تارجت ب 10 مللي اتز انف. طب لو انا باخد انسولين او سلفونيلوريا والتارجت بتاعي ان اقلل الدوز بتاعت السلفونيلوريا او ايفن ستوب او اقلل الدوز في انسولين، يبقى في الحاله دي ممكن اوصل لدوز ال 25 مللي جرام. لكن معظم الدراسات في الامبيرور على سبيل المثال كان 10 مللي، وفي الامبريك كان 10 مللي واخده الكارديو فاسكولار بنفيت واخده الريدكشن الجلايسيميك دول. في النهايه انا محتاج مالتيبل دراج ان كومبينيشن تو كوريكت المالتيبل باث فيسيولوجي، ماست بي ستارتد ايرلي، ستارت ايرلي، ستارت اجريسيف، ولسه البيتا سيل بخيرها عشان احافظ على البيتا سيل عشان نوصل للتارجت بتاعنا اللي هو الكنترول اوف دايابيتس بريفنشن او ديلي الكارديو فاسكولار كومبليكيشن، مينتين ذا كواليتي اوف لايف. اند ثانك يو.